احنا تعالوا نروح لزميل العزيز فاروق صلاح نتعرف منه على اجواء ما قبل المباراه. اتفضل يا فاروق. برحب بيك كابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. على المستوى الشخصي وحشتني يا كابتن ايمن، يعني بقالنا كتير ما طلعناش مع بعض. يعني النهارده احنا موجودين هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي، واليوم بيسدل الستار على دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ولقائي الختام لقاء الاهلي ويانج افريكانز بعدما صعد الاهلي ويانج افريكانز الى دور الثمانيه. ايضا هناك لقاء بيجمع ما بين مدياما الغاني وشباب بوليسداد. الاهلي بصحبه يانج افريكانز خلاص صعد الى دور الثمانيه، وده بيزيد من صعوبه اللقاء النهارده. يعني خليني اقول كابتن ايمن ان فريق يانج افريكانز كان وصل الى القاهره يعني منذ اليومين الماضيين، ادى تدريبين، تدريب اول امس على استاد القاهره الدولي، ثم تدريب الاخير بالامس كان على استاد او ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر. بعثه الفريق يانج افريكانز اشادت باستقبال النادي الاهلي وحفاوه الاستقبال اللي موجوده، وقالوا ده عهدنا بكبير القاره الافريقيه. طبعا فريق النادي الاهلي اشادوا طبعا بالامور التنظيميه اللي موجوده في النادي الاهلي البنيه التحتيه اللي موجوده في النادي الاهلي. خليني اقول لك ان يعني سهوله المباراه مش بس يعني ما نقولش ان المباراه سهله بعد صعود الاهلي وفريق يانج افريكانز. فريق يانج افريكانز بيلعب النهارده بدون ضغوط، وده بيزيد من صعوبه اللقاء. طبعا فريق النادي الاهلي كان استأف تدريباته بعد الخماسيه البلديه، مستر مارسيل كولر لا وقت للراحه مع فريق النادي الاهلي. الفريق استأنف تدريباته على مدار اليومين الماضيين، اختتم تدريباته بالامس طبعا على ملعب مختار لتيتش. قبل التدريب مستر مارسيل كولر عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، اتكلم على يعني كل الايجابيات والسلبيات اللي وقع فيها الفريق سواء في مباراه البلديه المحله او يعني اللقاء مدياما الغاني، وايضا يعني عرض للعيبه اللقاء الاول اللي جمع ما بين الاهلي ويانج افريكانز، وايضا عرض بعض لقطات الفيديو اللي جمعت فريق يانج افريكانز في مواجهته الاخيره مع فريق شباب بلوزداد. مستر مارسيل كولر اتكلم على اللي طالبه من اللعيبه، واكد على اللعيبه ضروره ختام هذه المرحله بالصعود كاول المجموعه. طبعا مستر مارسيل كولر بيضرب امثله كتير للاعبين بالسيناريوهات اللي كلنا شفناها سواء في بطوله امم افريقيا، وان ازاي بطوله بحجم امم افريقيا كبار القاره الافريقيه خرجوا من الادوار الاقصائيه. اتكلم على يعني ضرب المثل بمنتخب المغرب، المنتخب المصري، منتخب السنغال، منتخب يعني المنتخب الغاني، كل المنتخبات اللي كانت مرشحه بقوه، قال لازم نستفيد من هذه الدروس، طالب اللعيبه بضروره التركيز من اول دقيقه ل 90 دقيقه. طبعا عقب التدريب الاخير يعني اللي خاضه الفريق على ملعب مختار التتش اللي ركز فيه مستر مارسيل كولر على بعض الجوانب الخططيه المطلوبه من اللاعبين، دخل الفريق في معسكر مغلق في يعني باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه استعداد لهذه المباراه. طبعا الحضور الجماهيري، وانا عايز من خلالك يا كابتن ايمن اقف عند نقطه او رساله من مستر مارسيل كولر لجماهير النادي الاهلي. مستر مارسيل كولر يعني عنده رساله مهمه جدا لجماهير النادي الاهلي، وعايز برضو ان من خلال حضرتك ناكد على هذا الامر. مستر مارسيل كولر في المباراه الاخيره امام بلديه المحله شاف ان عدد الجماهير كان قليل، فقال يعني مع القرار الاخير بالسماح بتواجد 20,000 متفرج اتمنى الجمهور يملا استاد الاستادات. عندنا مرحله مهمه صعبه جدا، عندنا بدءا من يعني مباراه اليوم، ثم مباراه الزمالك ان شاء الله في نهائي كاس مصر، ثم عندنا بقى استكمال مشوار الدوري ودور الثمانيه. قال مش عايز يوصل للعيب ويكون في احساس للعيبه ان في مباراه سهله واحساس ومباراه صعبه، ان الجماهير تستسهل المباراه فبيكون العدد الجماهيري اقل. مستر كولر قال عايز كل الجماهير تكون موجوده في كل المباريات، عايز يوصل للعيبه ان كل مباراه ما فيش مباراه سهله. وقال يعني زي يعني انا بنقل لحضرتك الرساله، زي ما بنطلب من اللعيبه انهم يكونوا مستواهم عالي في كل المباريات، انا بطالب ان الجماهير يكونوا باعداد كافيه في كل المباريات. اعتقد دي كانت رساله مهمه جدا من مستر مارسيل كولر لجماهير النادي الاهلي. نتمنى جماهيرنا النهارده ان شاء الله اللي هتملا استاد القاهره، وان شاء الله تكون يعني استكمال الصوره في مباراه الزمالك ان شاء الله في نهائي كاس مصر، سواء جماهير الاهلي وجماهير الزمالك، ومباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه ويكون الفريقين بيمثل الرياضه المصريه وعمق العلاقه المصريه اللي بتشهدها في الفتره الاخيره. عايز اقول لك من التدريب الاخير اللي يعني شفناه لفريق يانج افريكانز، خليني اقول لك ان ميشيل جاموندي المدير الفني لفريق الارجنتين لفريق يانج افريكانز هيخوض هذا اللقاء بطريقه 4-4-2، حراسه المرمى ديارا قدامه الرباعي، كواسي اطهولا وديكون جوب وابراهيم حمد وموتامبالا في منتصف الملعب الرباعي، ماكس زنجيلي، خالد اوتشو،
باكاري موفينتو وباكوم زورا، اثنين في مركزي راس الحربه واثنين مهاجمين ستيفن كي وكليمونت ميتزيري. ده التشكيل اللي تقدر تقول بنسبه 99% هيلعب بيه المدير الفني الارجنتيني لفريق يانج افريكانز هذا اللقاء. خلينا اقول لك ان طاقم تحكيم من بنين لهذه المواجهه بقياده لويس ديجندو، حكم الساحه بيعاونه اريك ايمافو مساعد اول ولويس هوتونو المساعد الثاني والحكم الرابع تسيلا دي جاتشي. النادي الاهلي هيظهر بالزي الاحمر او الرداء الاحمر التقليدي للنادي الاهلي، يانج افريكانز هيظهر بالرداء الاصفر، ده طبقا للاجتماع الفني. خليني اقول لك بقى اليوم اعتيادي للنادي الاهلي، وجبه الافطار كانت في تمام الساعه 10، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 2، محاضره فنيه المستر كولر كانت في تمام الساعه 3:30، بيضع من خلالها التشكيل الاخير والرتوش الاخيره لفريق النادي الاهلي وبياكد على التعليمات المطلوبه من لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله يكون ختام دور المجموعات بفوز النادي الاهلي في هذه المواجهه والصعود الى طبعا كاول المجموعه. النادي الاهلي يكفي الفوز او التعادل في هذه المواجهه، يعني كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. اطلنا عليك يا كابتن ايمن، لكن من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا لا اطلت ايه، ده انا حاسس ان احنا ضيوف عليك. مش عارف فاروق اتكلم في كل حاجه، يعني ما سابش حاجه ما اتكلمش فيها.